وصلتوا لايه يا فندم مع عبد الله؟ والله ما نعرفش مع عبد الله نجي مع اللي نجي او غير او مركبش او رجل، ما عنديش اي اتصال بينا وبين عبد الله. ما فيش اي تواصل. من قد ايه بالظبط انقطع التواصل؟ اسمح لي. التواصل تقريبا من اسبوع 7 ايام. من قبل ما تطلع السفينه ولا بعدها يا فندم؟ هو التليفون بتاعه كان معاه موبايل وفصل شحن، فما فصل شحن ما عرفناش نتواصل معاه. نعم، اقصد ده كان قبل ما تخرج السفينه من سواحل ليبيا ولا بعدها؟ احنا ما نعرفش السفينه طلعت امتى اصلا. يعني احنا دلوقتي عايزين نتواصل مع الواد، ما احناش عارفين هل هو نجي هل هو ما نجيش، ما نعرفش عارفين اي حاجه خالص. طيب اسمح لي الاسم بالكامل والسن لو سمحت. اسمه عبد الله محمد السيد. عبد الله عنده كم سنه؟ عبد الله عنده 17 سنه. 17 سنة. خرج عبد الله ولسه إلى الآن حضراتكم بتحاولوا تتواصلوا معانا، أتمنى طبعا نكون من الناجين.